الله يبارك فيكم ويجزاكم خير. من المنظمه اللي سجلنا موجود صار من ناحيه الادوات ومن ناحيه الادويه. المنظمه التعاون مع من مكتوب القطاع بالتعاون ويا من؟ احنا مع منظمه البي ال سي. وحده اهلت ويانا، وحده وفرت الادويه. بس هي منظمه مثل العراق. نعم. ايوه هي اساسيه. نعم. نرحب بقناة الموصلين الوصول إلى قضاء البعاج والاطلاع على الوضع داخل البعاج. بالنسبة لوضع الصحة عندنا شوي تعبان، دكاترة ما تواجدون، المستشفى لحد الآن يعدونا بتصليح المستشفى وتصليح والكوادر ضعيفة. بعاج منطقة ناهية يعني تقريبا 180 كيلو بعيد عن الموصل، من يصير عندنا حالة أي مريض يعني ماكو مستشفى. مثلا عندنا فتحنا صار الطوارئ تقريبا تقضي الحاجة، بس مو بالشيء المطلوب، لأن احنا نبي أكثر من هذا. فنطالب مدير صحة نينوى ومجلس المحافظة والمحافظ وأي واحد يدعم منطقة بعاج. فتحنا اليوم صالة الولادة، هي كانت قبل بيت مسكن، فهي أنا شوية سوينا وجدت المنظمات كملته منظمة مدخل العراق كملته كامل الحمد لله صار كامل، بس هذه الكوادر من داخل المستشفى معاونة مع المنظمات. بالنسبة للمستشفى أكو بيها شوية نقصات عندنا. عندنا مثلا إرادنا سيارة ماي، مثلا ما عندنا سيارة من الحوضية، ما عندنا سيارة خدمية، لأن المنطقة مالنا بعيدة من هنا وحوالي 180 كيلومتر إلى الموصل، فينغاد سيارة خدمية حتى تودي البريد تجيب هكذا شيء. وبنفس الوقت ينغاد المستشفى نفسه ما مؤهلة، ينغاد تتأهل المستشفى كلها. هسا بالنسبة لنا عندنا بس طوارئ الموجود، بس الطوارئ عم مشي بي طوارئ، ومشي بي راح نفتح بي مختبرهم، فتحنا ويا صيدلية مختبرهم فتحنا هناك، وغرفة مثل ما الاستشارية هي من الطوارئ مشي بيها وصيدلية بيها. قامت منظمة مدخل العراق الصحي وبالتعاون مع منظمة البي ال سي بإعادة تأهيل صالة الولادة في مستشفى البعاج، وتم تسمية الصالة باسم الطبيب الشهيد سعد ياسين علي الذي استشهد في قضاء البعاج أثناء تأدية الواجب الإنساني خدمة الأهالي القضاء. وايضا قامت المنظمه بالتعاون مع منظمه اليو ان اف بي اي بتجهيز الصاله بالاجهزه والادويه اللازمه الضروريه لتوفيرها لاهالي قضاء البعاج، علما ان هذه الصاله سوف تكون مفتوحه وتعمل خلال 24 ساعه طيله ايام الاسبوع وايام و30 يوم في الشهر لتقديم الخدمه لاهالي القضاء. طبعا احنا صاله كنا كلش محتاجيها، ما كان عندنا صاله ابد، صار لنا ما يقارب الخمس اشهر او ستة اشهر المستشفى مفتوحه ما عندنا صاله، كلش كنا نعاني من هذا الوضع. كانت النساء تجينا يعني بالطوارئ كنا نمشيهم اللي نقدر، ومرات حالات طارئه نلحق نحولها للموصل اللي هي تبعد عن مركز قضاء البعاج حوالي 150 كيلو، هذا كلش كان يلاقي صعوبه علينا احنا ككادر، كنا نعاني وصايرين بالواجهه والمستشفى كذلك، وعلى الناس ايضا كلش يعني مرات تكون بعيده عليهم وخطره على المريض وعلينا. احنا نشكر الجهات المانحه والجهات وكل من ساعدنا بفتح هاي الصاله خدمه لاهالي هذه المنطقه الفقيره. نقص جدا جدا في الادويه، نقص جدا جدا في الحالات الحرجه، يعني ادنى حاله تحويل تحويل تحويل، والناس هنا في امس الحاجه لتوفير الخدمات، وعدم توفير الخدمات. نطالب دائره صحه نينوى، نطالب المحافظ مجلس المحافظه في توفير الخدمات. الناس هنا في كاف في حاجة جدا قصوى في الوضع الصحي والمادي، أيضا لا يسمح، ليس الكثير الذي يتمكن لديه الكثير من المال يتوجه إلى تلعفر أو إلى سنجار، هناك ناس لا تملك حتى أجرة الطريق. احنا طالب من إدارة مستشفى بعاج ودائرة صحة نينوى بتوفير كادر الطبيبات، لأن صالة الولادة بحاجة إلى طبيبات، مو بس كادر طبي وإنما إلى طبيبات لكي حتى تتم العملية وتمشي صالة الولادة بالوجه الصحيح.